اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده كان الكابتن محمود الخطيب كان حريص على زياره مصيف النادي الاهلي في مارينا، وتفقد مقر الاقامه الخاص بالاعضاء والاطمئنان على الخدمات المقدمه لكل الاعضاء. تفقد ايضا الكابتن محمود الشاطئ الخاص بالمصيف والتاكيد على توفير احسن الخدمات بما يليق باعضاء النادي، والتقى رئيس النادي مع مدير المنتجع والخدمات والمسؤولين عن الشاطئ، وتعرف على البرنامج اليومي للمصطفين بالمنتجع والذي يتضمن فقرات عديدة ومتميزة زي ما حضراتكم شايفين. هتقولي يا اسلام بس يعني الخبر، اقول لحضرتك ان الخبر ده بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الاهلوية هو خبر مهم جدا في امر أهم ما يميز النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، إن هو ما بيشتغلش على قطاع واحد، ما بيشتغلش على القطاع الرياضي بس، على الرغم من النجاحات الكبيرة جدا اللي بيتم تحقيقها في القطاع الرياضي ما بين قطاع الألعاب الأخرى وقطاع كرة القدم. حتى الآن أنا في كرة القدم لعبت 4 بطولات، خدت ال4 بطولات وإن شاء الله الخمسة في الطريق لسه لم ينتهي، إن شاء الله ربنا يسهل يوم الخميس نبقى نتكلم بعدين في هذا الأمر. بالنسبة لقطاع الألعاب الأخرى أنت واخد من 22 بطولة واخد 18 ولا 19 بطولة. فأنت عامل نجاحات كبيرة جدا في قطاع الرياضة، اللي هو الأهم بالنسبة لنا كأهلاوية. أيضا على الجانب الآخر جانب الإنشاءات، واللي بيحصل من طفرة كبيرة جدا في الإنشاءات الخاصة بالنادي الأهلي، سواء في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس أو في كل المقرات اللي موجودة للنادي الأهلي. تخيل حضرتك وفي وسط كل هذه الامور الصيف يجي فتروح تختار نادي او تختار اوتيل من افضل الاوتيلات اللي موجوده وتعمل فيه هذا الشكل الكبير للنادي الاهلي سواء على الشط او على جوه الاوتيل، ورئيس النادي ونائب رئيس النادي بيبقوا موجودين اول باول لمتابعه الاعضاء. هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، هذا هو الفارق ما بين مجلس اداره لا يفكر في شيء إلا مصلحة النادي الأهلي فقط لا غير. كابتن خطيب موجود في الفرع أو موجود في مصيف النادي في مارينا، وزي ما حضراتكم شايفين الصور كابتن خطيب بنفسه رايح يشوف. قبلها بيومين ثلاثة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي موجود، وموجود وسط الأعضاء وبينزل يعني كل حاجة. إحنا عائلة الأهلي، عائلة الأهلي الحقيقة حاجة جميلة جدا 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 جدا. وشايفين المنظر اللي بظهر الكابتن ده حاجة محترمة وحاجة رائعة تليق الحقيقة بأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. إن شاء الله من دايما يظل مجلس الإدارة بيحافظ على شكل واسم النادي الأهلي طول ما هو موجود الحقيقة. ولسه اللي جاي يعني إن شاء الله في مفاجآت كتيرة جدا، ولكن سوف يتم الإعلان عنها في وقتها إن شاء الله.